التمسك بالسنة أمان من الضلال. وهنا أرغب في التنبيه أيضا على أمر مهم، وهذا من الخلل، الخلل الذي تولد عن عدم إدراك وفهم أقسام الناس معرفة الحق والباطل. بعض الطلبة وبعض الناس يظنون كل رد معناه تبليغ، لا تلازم بين الرد وبين على الخطأ وبين ماذا وبين التبليع، لا تلازم، فقد يكون المردود عليه مبتدعا وقد لا يكون، فلا زال في العلماء من قديم وإلى يومنا هذا يرد بعضهم على بعض المآخذ العلمية، نعم، ولا بينهم ماذا تناحر ولا تضاد ولا تبديع ولا غير ذلك، أليس كذلك؟ فهذا موجود والأمثلة حية كثيرة عليه، أقول الأمثلة على هذا كثيرة، منها لو قلنا يعني على سبيل التمثيل أيضا حتى تعرف، ليس كل رد يعتبر تبديعا، أما رد الشيخ عبد العزيز رحمه الله من باز على العلامة الألباني رحمه الله في مسألة وضع الرفع اليدين بعد الرفع من الركوع مثلا، ورد الشيخ الألباني على الشيخ بديع الدين السندي على الشيخ بديع السندي، ورد الشيخ السندي بديع الدين على الشيخ الألباني، ورد فلان على فلان، ولم يرد أحد منهم الآخر، فقد يكون المردود عليه مبتدعا وقد لا يكون، لكن الحق الذي يجب أن يستقر عندك وجوب رد الخطأ والغلط، وجوب رد الخطأ ممن استجمع الآلية والأهلية، وبعد ذلك يوم فقد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا، هذا المردود عليه، ولكن الذي أرغبكم في التنبيه عليه هذه النقطة، وهي أنه يظن كثير من الناس والطلبة أن كل رد يعتبر ماذا؟ تنبيعا، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، فانتبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم.